مشاهدينا للمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 ينضم إلينا محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز. محمد تحياتي ليك، يعني اليوم هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على هذا المعرض الذي ينتظروه بالطبع، وهذه الفعالية الثقافية الهامة التي ينتظرونها كل عام. صف لنا المشهد لديك. نعم أحييك، وبالفعل يعني إضافة إلى كل المعلومات التي ذكرتيها فإنه أحدث الأعداد الصادرة الرسمية طبعا الصادرة عن وزارة الثقافة فيما يتعلق بحجم الحضور الذي شهده هذا المعرض في يومه الأول حتى مساء أمس الخميس، فإنه الإحصاءات الرسمية تشير إلى أنه أكثر من 130 ألف زائر حضروا خلال يوم المعرض الأول الأمس في زيارات متتالية للمواطنين من جميع الأماكن، وبالتالي فإنه اليوم وحتى المشاهدات وكل من حضر اليوم يعني يلفت نظره بالطبع حجم الزوار الكبير للغاية. ربما سيزداد هذا يعني وبالإعلان بنهاية هذا اليوم وربما بالإعلان عن حجم الزوار فإنه قد يتجاوز طبعا 150 ألفا قياسا إلى ما تم يعني حضوره من زوار بالأمس. طبعا فإنه تعلمين بأنه يعني ييسر العديد، هناك العديد من الوسائل التي تيسر الوصول إلى هذا المعرض هنا على في مركز مصر للمعارض الدولية على محور المشير، منها طبعا وجود عديد من أماكن ووسائل المواصلات التي يعني يستطيع المواطن أن يستقلها من جميع أنحاء ميادين القاهرة الكبرى، وبالتالي هذا ساهم طبعا في زيادة عدد الزوار. طبعا بالإضافة أيضا إلى أنه المعرض نفسه وإدارته أتاحت للزوار حجز التذاكر إلكترونيا على موقعها الإلكتروني، وأيضا يعني تصفحوا بشكل تام ومعرفة كل الأجنحة وكل الفعاليات الخاصة به إلكترونيا، وهذا ما يسهل وأيضا ما يزيد من حجم الإقبال من الزوار في هذه النسخة النسخة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. كل هذه الأرقام طبعا تؤكد بأنه هذا المعرض يحافظ على وجوده للسنة 54 على التوالي، يحافظ على أنه على كونه المعرض الأول جماهيريا في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام بحجم زوار بيتجاوز في كل نسخة بيتجاوز أكثر من 2 مليون زائر. في النسخة السابقة كانت قد سجلت 2.5 مليون على الأقل من الزوار، بالإضافة إلى أكثر من يعني هذا العدد تقريبا أو مثله من زيارات إلكترونية وطلبات حجز لكتب وتوصيل تتاحها طبعا إدارة المعرض عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بها للزوار، وأيضا طلب إمكانية الطلب للكتب وحجز وتوصيل حتى باب المنزل بالاتفاق مع شركات شحن كبرى تعمل في كل يعني أنحاء إقليم القاهرة الكبرى. إجمالا فإنه هذا المعرض يواصل يعني على ما يبدو كل فعالياته، هناك أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية أعلنت على مدار أيامه وحتى 12 من فبراير المقبل. إليكِ. شكرا لك محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز على هذه النقل للفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا لك.